الله الرحمن الرحيم متابعين قناة معدات صغيرة وبسيطة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد في خياطة الجلابة النسائية. إذا لدينا هذه الجلابة هي لديها الطرز في الصدر، وعمل هذا الحصة هو الضرس المتصل مع تخراس على اثنان بهذا الشكل. لعمل الضرس المتصل احتاج الى ترسان غليظ، هذا هو ترسان الغليظ، تم غزله جيدا. الآن أبدأ بعمل الضرس في الكوب. قبل رزق الأذنين أقوم بعمل الضرس في طرف ترطيق الأذنين. إذا الخيط على واحد، دائما لعمل الضرس المتصل أو عمل الزواق يكون الخيط على واحد. إذا لعمل الضرس أقوم بطريقة تدريجية، أولا رتق طرف الترسان على ثوب الجلابة، بعدها أقوم بعمل العينين. دائما لعمل الضرس العيون المتصل ضربتين في العين، والضربة الثالثة تكون العين التي تجاورها، يعني العين الجديدة. إذا بهذه الطريقة الضربة الأولى، الضربة الثانية، عين جديد، الضربة الأولى، الضربة الثانية. هذا الضرس المتصل ليس شيئا صعبا، إنما يحتاج إلى تركيز فقط.
وإلى هنا قريبا أنتهي من العيون الدرس، بعدها أقوم بالتخلص على إذنه. إذن بقي عين واحدة وأنتهي من الدرس. إذن أقوم بترطيق الترسان. ثم أضع عقدة لحماية الضرس. هذه هي إبرة التخلاص. الضربة الأولى في العين الثانية. ثم أقوم بترطيف هذا التخلاص وأقوم بالتخلاص على إثنان. للتخلاص على إثنان يعني بهذا الطريقة. تابعوني جيدا لتروا كيف التخلاص على إثنان. دائما الإبرة، الضربة الأولى بالإبرة التخلاص في أسفل التخلاص، وإعادة الإبرة من أعلى التخلاص. وأستمر لتخلاص الضرس تنتصل حتى أقوم بدوران على القبة كاملا وأنتهي منه. ثم أقوم بضرس اليد يعني ضرس الكمام. وفي الأخير إن شاء الله أقوم بترطيف الأذنين. هذا هو عمل حلقتنا هذه اليوم. هذا هو التخلاص على إثنان بهذه الطريقة.